هذه الانواع من التهنئه. هيكون معانا دلوقتي الاستاذ ابراهيم هلهول، برحب بيك على شاشه اون تايم سبورتس. صباح الخير استاذ محمد، تحياتي لحضرتك وتحياتي لاسره البرنامج وتحياتي للاستاذه فرح، منورين الدنيا وصباح الفل عليكم. الف مبروك للبرنامج طبعا، حاجه جميله جدا على فكره. البرنامج هنا بيتشاف بطريقه كبيره جدا، لان طبعا فرق توقيت ساعتين، احنا بنشوف البرنامج الصبح واحنا رايحين الشغل، كل الجاليه المصريه موجوده في اوروبا متابعه البرنامج، وانا ببارك لكم. وبصراحه فكره ممتازه ان انتوا تطلعوا في الوقت ده لكل المصريين اللي بيتابعوا كره القدم في العالم. شكرا جزيلا استاذ ابراهيم، شكرا جزيلا، تحياتنا ليك. هبتدي مع حضرتك طبعا كلامنا عن اللقاء المرتقب ما بين ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم، واكيد هبتدي الكلام على طول بالاخص على محمد صلاح واخر المستجدات تمام. بالنسبه للتجديد، وهل فعلا محمد صلاح اشترط فعلا 450 الف استرليني علشان يجدد مع ليفربول ولا لا؟ استاذ فرح، عايز اقول لحضرتك ان محمد صلاح حاليا الكوره في ملعب ليفربول، الرقم اللي اشترته 450 مش بياخد الرقم دوت على فكره. حتى لو الرقم ده اتحط في العقد، في 40% بيطلعوا ضرائب، يعني بياخد حوالي النص. فالراجل طالب الرقم ده على اساس اللي هو هيتصف له النص، لان طبعا هنا احنا عندنا الضرائب عاليه جدا. فالرقم دوت لما بعد الضرائب نتكلم في 250، هو حاليا بياخد 200 او 210 ولا 220. ثاني واحد في الليسته بعد فان دايك، فان دايك اعلى واحد، بيجي بعد كده محمد صلاح. فالرقم 450 ده انا شايفه رقم عادي جدا، لان طبعا بيطلع منه الضرايب اللي هي شريحه اللعيبه هنا عاليه جدا، فبيطلع منه الرقم اللي هو الضرايب، فبيتصفى على اللي هو الرقم 200 200 وشويه. فانا شايف ان هو عادي جدا، ولكن لو الرقم دوت اتوافق عليه هيحصل مشكله داخل الفرقه كابتن فرح. الناس اللعيبه طبعا هتقول لك اشمعنى صلاح يعني، ولكن عارف ان صلاح متالق وهو رقم واحد دلوقتي حاليا في الكره الانجليزيه وفي العالم. صحيح. فالرقم دوت هيبقى فيه طرديه، ممكن يبقى فيه طرديه، ممكن الرقم مش هيعلن، ولكن الكره في ملعبهم حاليا. انا شايف كمان ان فرصه خروج محمد صلاح من الانفيلد ضعيفه جدا جدا جدا. هو حابب يكمل في ليفربول، حابب يكون متواجد ويحطم ارقام اللي عملتها الاساطير ليفربول، كل يوم بيحطم رقم جديد. فكمان الجماهير متعلقه بمحمد صلاح بطريقه عاليه جدا. هيحصل مشكله كبيره في ليفربول لو محمد صلاح غادر انفيلد، الجماهير اعتقد ممكن تقتحم الملعب، دي حقيقه. في علاقه كبيره جدا بين محمد صلاح والجماهير. الكرة دلوقتي في ملعب الإدارة، برضو الإدارة عندها مشاكل. أنا الكلام ده أقوله لحضرتك، إن هم عندهم أرقام بسيطة جدا للعيبة اللي هي بتنضم، 30 في الأسبوع، 40، 45، أرقام هزيلة بالنسبة للأرقام الموجودة في البريمير ليج. فلما نخش على 400,000 ولا 450 بيبقى رقم كبير، فهيحصل فيه مشكلة. فهم بطريقة أو بأخرى هيكون في طردية للاعب، وأعتقد دي هتكون هتبقى اخر تجديده لمحمد صلاح ان شاء الله. لان طبعا صلاح داخل 28 29 خلاص، داخل في الحته اللي هي في يعني نهايته مع صلاح مع ليفربول، هتكون الثلاث اربع سنين الجايين دول ان شاء الله. ولكن من وجهه نظري وانا متابع جيد للكره الانجليزيه وموجود في المطبخ هنا، محمد صلاح سعيد جدا، مبسوط ان هو يكون موجود في ليفربول. عايز كل يوم يحطم ارقام جديده، هو كل يوم بيقوم الصبح بيقول في السكاي سبورت انا احسن لاعب موجود في العالم حاليا. من حقه ان هو يطلب الرقم ده، ولكن الاداره طبعا دلوقتي وكل اعماله موجود وبتناقشه وبتفاوضه. وانا شايف ان الكره دلوقتي في ملعب ليفربول ومحمد صلاح يعني ما شاء الله بيقدم كل حاجه كويسه جدا ما شاء الله لليفربول. اكيد يمكن يعني طبعا استكمالا لحديثك في النقطه دي تحديدا، لوكاكو هو الاعلى اجرا في انجلترا كلها ب 27 مليون يورو في السنه. اعتقد ان محمد صلاح لو هنيجي نقارنه بلوكاكو اعتقد كقيمه اكبر بكتير، وخصوصا مع ثبات المستوى في الثلاث مواسم السابقه والموسم الحالي. ارجع معاك لمباراه اتلتيكو مدريد والمشاهدات كده اللي باديه بها المباراه ما بين دييجو سيميوني وطبعا يورجن كلوب، وتابعنا المؤتمر الصحفي وتصريحات كل منهم، وخصوصا بعد رفض دييجو سيميوني ان هو يصافح يورجن كلوب، وكل واحد كان ليه وجهه نظر في النقطه دي. ده عامل حساسيه في المباراه شويه، مخلي في شغف عند جماهير ليفربول انها تتفوق في هذا اللقاء عشان كمان تحسم تاهلهم للادوار المقبله، ولا شايف الوضع هناك ازاي خصوصا ان انت معايش للاجواء في بريطانيا؟ بص يا كابتن محمد، المباراه النهارده مباراه قويه جدا، مباراه تعتبر زي ما بيقولوا الانجليز ريفانش،
لان طبعا هم اتلتيكو كان هم اللي طلعوا ليفربول. المباراه الاولى اللي كانت موجوده، المباراه الاولى دي تم الفوز كانت لصالح ليفربول 3-2. النهارده هيكون اكتر للمديرين الفنيين سيموني ويورجن كلوب. طبعا الكلام اللي بيتقال ده طبعا ده بارت من او جزء من المباراه نفسها، ان انت سلمت انت ما سلمتش، ولكن دي ثقافه، الثقافه دي موجوده في الكره الاوروبيه. هو اوتوماتيك انت بعد المباراه بتسلم سواء فايز او مش فايز. ولكن سيموني طبعا هو قال ان انا ما عنديش الثقافه دي، ولكن هو ممكن يكون فعلا عملها بطريقه او باخرى، يعني تجاهل يورجن. ولكن يورجن انا شايف ان هو كل ماتشاته بيسلم بصراحه، بعد المباراه بيروح يسلم، ودي حتى كمان هنا في الاتحاد الانجليزي بياكدوا علينا كمدربين هنا، بياكدوا علينا ان احنا لازم بعد المباراه سواء كره يعني اللي انت تقبل الاخر، سواء كسبت او خسرت المباراه، فانت لازم بتروح تسلم والمباراه بتنتهي. ولكن سيموني ويورجن كلوب يعني التصريحات اللي بيقولوها دي تصريحات هي اعتقد تكسير عظام اكتر من اي حاجه. عايزين يتفوقوا على بعض في المباراه بتاعت النهارده. اتلتيكو في المركز الثاني 4 نقاط، لا يليق طبعا، بورتو 4 نقاط، ميلان الاخير، ولكن ليفربول 9 نقاط. ليفربول متالق يعني فايز المباراه اللي فاتت، عندهم استقرار اكتر، عندهم لعيبه سكواد هايل جدا، عندهم جماهير النهارده الانفيلد هي تكون هي كلمه السر النهارده في المباراه. ولكن احنا النهارده خلينا نتفرج على المباراه من العيار الثقيل، مباراه بمعنى كره قدم حقيقيه، مباراه للمتعه، مباراه للمشاهده. فالنهارده ان شاء الله هنشوف ازاي سيموني هيواجه يورجن كلوب بالكتيبه الانجليزيه، ودي بالكتيبه بتاعت كابتن سيموني. هنشوف النهارده القدر كاتب ايه للفرقتين. ولكن طبعا ان شاء الله انا من عشاق ليفربول، اتمنى النهارده الفوز كابتن فرح ليفربول اكيد. طيب استاذ ابراهيم، يعني عايزين نعرف برضو من حضرتك، هل في الصحف كان في كلام بيتقال ان ممكن انه ليفربول يعني يتخلى عن ساديو ماني خلال الموسم اللي جاي عشان يوفر فلوس محمد صلاح، وممكن يعوض رحيل مثلا ساديو ماني بلاعب تاني شاب اقل في القيمه؟ انا شايف ان الكلام ده لا مش مظبوط. ماني هداف قوي، ماني وصلاح من اقوى الهدافين موجودين في العالم حاليا. في منافسه، ودي منافسه شريفه عادي جدا بتحصل في كل الفرق القويه. ولكن انا شايف ان ممكن يجيبوا لاعب صغير، ولكن هم كمان النهارده الرقم اللي مطلوب حاليا ليفربول تقدر توفره. ليفربول من اغنى انديه العالم، فما اعتقدش ان هم يقدروا يستغنوا عن ماني، لان ماني يعني عنصر اساسي في فرقه ليفربول. ماني بيمثل خطوره قويه جدا مع صلاح، ماني مش هيستغنى عنه. ثنائيه لا تعوض يعني، صحيح بالظبط كده. بقى لهم 4 سنين 5 سنين الفرقه ماشيه كويس جدا ومتفاهمين جدا طبعا. في زي ما قلت لحضرتك في منافسه، في اكيد في منافسه طبعا. في دي منافسه كابتن فرح، دي اي ده اللاعب اللي ما بيغيرش مش بيبقى لاعب كوره يعني طبعا. دي غيره في الملعب، غيره صحيه، غيره ايجابيه صحيح بالظبط كده، ايجابيه للفرقه. وبعد المباراه حتى هم لما بيختلفوا مع بعض بعد المباراه بيبقوا عادي جدا، ودي في الكوره في 90 دقيقه كلنا بنبقى يعني عايزين نقدم الاكتر ونبقى الاحسن، ودي حاجه صحيه يعني. ولكن محمد صلاح وماني يعني دويتو قوي جدا، ودويتو مرعب في الكره الانجليزيه والكره الاوروبيه، وما اعتقدش ان اداره ليفربول هتعمل الغلطه دي يعني. بالتاكيد بنشكرك جدا، كان معانا طبعا الاستاذ ابراهيم الهول، بنشكر حضرتك جدا على وقتك معانا، واكيد استمتعنا بتحليلك لهذه المباراه.